بدأ فترة عمل معرض ديارنا للحرف اليدوية، والذي يقام هذا العام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي لمدة يومين إضافيين ينتهي في 27 فبراير. وتشهد الدورة 61 لهذا المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث شهدت العديد من المنتجات إقبال من المواطنين كالمشغولات اليدوية والبدوية والألباستر والعديد من المنتجات الأخرى. متابعة أكثر لفعاليات هذا المعرض ديارنا، أشرف مبارك من مقر انعقاد المعرض، أشرف إليك، تفضل. بالفعل يعني يشهد معرض ديارنا في نسخته 61 يعني اقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في شراء هذه الحرف التقليديه او في شراء هذه المنتجات التقليديه والتراثيه. يعني الاقبال بدا منذ الساعه 10 صباحا منذ فتح ابواب هذا المعرض. يعني هذا الاقبال ايضا استمر على مدار الايام الماضيه، لذا قررت وزاره التضامن الاجتماعي مد هذا المعرض لمده يومين هما الجمعه والسبت المقبلين. للحديث اكثر حول تفاصيل يعني معرض ديارنا معي على الهواء مباشرة الأستاذة ابتسام عبد المنعم، وهي مديرة السوق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة ابتسام برحب بحضرتك، عايزين نعرف الإقبال عامل إيه، وكلمينا عن أبرز المنتجات اللي موجودة ومشاركة الجمهور في هذا المعرض. أهلا وسهلا بيكم في معرض ديارنا اللي بتقيمه وزارة التضامن الاجتماعي في رقم 61 في القاهرة الجديدة. مواعيد المعرض من 10 الصبح لغاية 10 بالليل، وزي ما حضرتك قلت إن تم مد المعرض من يوم 15 ل 27 بدل ما كان 25، وده طبعا نظرا للإقبال الرائع للجمهور هنا والزائرين للمنتجات الحرفية. إحنا طبعا المعرض كله بصراحة منتجات متميزة جدا من 27 محافظة، مش ما فيش حاجة معينة أقدر إن أنا أحط أركز عليها، بس هي منتجات كل محافظة بصراحة بتعبر عن التراث الحرفي بتاعها والبيئة بتاعتها. إحنا مشارك معانا أكتر من 300 عارض، ومشارك برضو معانا 30 من مؤسسات وجمعيات لذو الهمم بمنتجاتهم المختلفة الجميلة. مشارك معانا 4 وزارات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، منتجات كلها متميزة. اللي بيتميز بيها هنا ان المنتجات متطورة وجميلة، عاملين دمج عندي ما بين كل حرفة والتانية، ما بيقتصروش بس ان يبقى المنتج بتاعهم مقتصر على محافظتهم هم، لا على اكتر من محافظة بيعملوا دمج في المنتج بحيث ان هو يبقى متطور معايا مع العصر. انا كده يا فندم بس عايزين نعرف برضه من حضرتك المبيعات وصلت لحد كده. المبيعات عدت 2 مليون في الكام يوم الاولانيين، وان شاء الله في تضاعف لاخر المعرض باذن الله. تمام، بشكر حضرتك جدا. معي ايضا محمد سرور، وهو يعني عضو احدى الجمعيات القائمه على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصه، ويقومون بعمل بعض المنتجات التراثيه والتقليديه. مرحبا بحضرتك، عايزين نعرف ايه الدور اللي بتقوموا بيه كمؤسسات في خدمه المجتمع الاهلي والمدني في تدريب يعني ذوي الاعاقه على المنتجات التراثيه والتقليديه. احنا كمؤسسه اسسنا اساسا غير هدف للربح، احنا كل دورنا ان احنا بنوفر مراكز تدريب والتأهيل المهني والحرفي لاولادنا من ذوي الاعاقات الفكريه، ان احنا ناهله لسوق العمل بعد كده، ان هو يبقى عنده حرفه يقدر ان هو يكون بيها ايجابي، ونفرغ الطاقه اللي جواه تكون ايجابيه ما يكونش سلبي ليه ولا للمجتمع، بالعكس يكون ايجابي يقدر يبقى منتج، يقدر ان هو يبقى ليه دور وليه كيان في المجتمع. اللي بيعود على هؤلاء الاطفال من ذوي الاعاقه، حضرتك عارف ان اطفالنا من ذوي الاعاقه المفروض ان هم يبقى ليهم دور غير ان هو دور رياضي، يبقى ليهم دور مجتمعي، وازاي ان هو يبقى ليه ممكن ناهله ان هو يبقى ليه حرفه بعد كده ان هو يقدر يستطيع بيها ان هو يكون موجود زي ما هو بطل رياضي، لا يكون ليه كيان مجتمعي موجود في المجتمع من خلال الحرفه اللي بيتعلمها في مراكز التاهيل اللي منتشره تبع المؤسسه على مستوى الجمهوريه. تمام، بشكر حضرتك جدا. يعني زي ما احنا شايفين شيرين يعني الاقبال الكبير الذي بدا منذ الصباح الباكر وايضا على مدار الايام الماضيه لشراء جميع المنتجات التي تتميز بها المحافظات، ويتم عرضها هنا داخل يعني كل محافظه لها بارتيشن او جزء معين يتم عرض منتجاتها. الفيوم تعرض الفخار، الاقصر تعرض الالباستر، بعض المحافظات الاخرى تعرض جميع المنتجات التي وبالفعل المعرض يستحق الزيارة من الجميع لتنوع المنتجات والأسعار أيضا الجيدة بشكل كبير جدا. أشكرك أشرف مبارك مراسل النيل من مقر معرض ديار.